في الفقرة دي وهي آخر فقرة معانا هسألك أسئلة عامة وهتكلم حد قريب منك وتطلع الموبايل وتفتحه سبيكر وتسأله نفس الأسئلة اللي هسألها لك ونشوف إجاباته مطابقة مع إجاباتك أو لأ. مين أقرب حد ليك في الأهلي وأقرب حد ليك بره الأهلي؟ أقرب حد ليا في الأهلي حالياً هو أيمن أشرف. لو مش لعيب كورة كنت هتكون إيه؟ وأقرب حد ليك بره الأهلي؟ لو مش لعيب كوره الاول اقرب حد ليك بره الاهلي بعيد عن اخواتي اخويا التاني يعني دكتور سيد ده ابن عمي وكده دكتور وكده ونفس الجيل بتاعي ومتربيين مع بعض يعني. لو مش لعيب كوره هتكون ايه انا لو مش لعيب كوره كنت هبقى لعيب كوره ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص غير الكوره يعني ما رتبتهاش في دماغك خالص يعني انا كل حياتي كلها في الكوره من وانا صغير وعشان كده اديت الكوره كل حياتي فعشان كده طب بعد عمر طويل ان شاء الله يا كابتن يعني ان شاء الله تتالق الفتره اللي جايه ان شاء الله بس يعني بعد عمر فكرت في حاجه تعملها بعد الكوره بقى مش عايز اشغل بالي دلوقتي وانا في الكوره وعايز اركز دايما في الكوره الفتره دي طول ما انا بلعب اركز في الكوره بعد الكوره هبدا يعني في اخر سنه مثلا في الكوره ممكن ابدا افكر مثلا هعمل ايه بعد كده بس غالبا هتتجه لفكره التدريب برضه فكره اكيد ما فيش حد بيلعب كوره فترات طويله الا لما بيبقى مثلا حابب ان هو يكمل فاكيد ان شاء الله يعني نبقى في نفس المجال يعني لو مش لعيب كوره هنختار مدرب هبقى في نفس المجال ان شاء الله ايه الاكله اللي مش بتحبها ومستحيل تاكلها أكلة كنت دايما ما بحبهاش يعني لما كانت بتتعمل في البيت كنت ما في أكلة اسمها سبانخ هي طبعا دلوقتي بقينا بناكلها إجباري يعني بس أنا طبعا دلوقتي مستحيل برضو لحد دلوقتي أكلها يعني الأكلة دي حاجة كده زي الخضار بس طبعا صعبة جدا يعني أنا ما بحبهاش استغفر الله العظيم يا رب يعني هي مفيدة جدا بس هي مفيدة في ناس ما بتحبش طعمها مفيدة جدا وفيها كمية فيتامينات وحاجات كتير جدا بس أنا ما بحبهاش يعني. مين مثلك الاعلى من لعيبه بره مصر بره مصر انا بحب ميسي جدا بشوف فيه كل حاجه متكامل يعني ريال مدريد ولا برشلونه لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه هفتح محل ممكن نخليها اسماك بقى اسماك ده حفاظ على الوزن يعني حفاظ على الوزن انما في الطبيعي لا انا كشري لا هفتح محل لحوم بقى وحاجات من كده مين بيغلبك في البلاي ستيشن ابن عمي اسمه باشمهندس محمد ده بقى عامل لي عقده ما بكسبوش عامل لك عقده ما بكسبوش خالص بقى كسبان 3 4 واخسر برضه ياه والله انت شايف ايه المشكله بقى هنا مش عارف هو من بقى لنا فتره طويله جدا بنلعب هو اللي بيكسب برضه ما بكسبوش خالص ما مش عارف ايه العقده فين بس مش عارف يعني اول حد هتكلمه لما تكون مخنوق لما اكون ايه مخنوق لما اكون مخنوق بحاول اصلي يعني لما اكون مخنوق قوي بحاول اصلي واقرب من ربنا قوي لان هو دايما هو اللي بيطلعني من اي مشكله فيها ودايما بحس نفسي موجود في الصلاه بحس ان انا برتاح يعني طبعا اكتر حد بحكي له بيبقى مراتي يعني معايا في البيت فبحكي لها كل حاجه بس طبعا بحب انا ابقى اطلع كل حاجه في الصلاه وكده لوحدك برضو يعني لوحدي برضو تخاف من ايه الحمد لله ما بخافش من حاجه كل حاجه في ايد ربنا فطبعا ما ببقاش خايف من اي حاجه ولا مستقبل ولا حاجه بعد كده مفيش الحمد لله يعني اتفضل دي الكيو كارد الاسئله دي اللي سالتها لك هتكلم حد دلوقتي قريب منك اعتقد هتكلم مراتك يعني الو ايوه يا حبيبتي عامله ايه الحمد لله تمام كله تمام تمام انا هسالك دلوقتي شويه اسئله كده وهشوفك بقى عارفه انا الناس دي قريبه مني او اشوفك هتجاوبي ازاي يعني تمام مين اقرب حد ليا في الاهلي في الاهلي في الاهلي دلوقتي لعب معايا كتير ايمن اشرف تمام لو مش لعيب كوره كنت هبقى حاجه يعني تانية غير الكوره ولا انت شايف ان انا هبقى لعيب كوره بس
ما تغششهاش يا كابتن. بصراحه من اللي انت مثلا ما بتعرفش تعمل اي حاجه يبقى انت هتبقى لعيب كوره برضه. تمام. طب تغشش عليك طريقه انت. ايه الاكل اللي مش الاكل اللي انا ما بحبهاش هي مش هتعرفها. ما بتحبهاش؟ اه لانها ما فكرتش عمري ما طلبتها منها ولا هطلبها. اعتقد الفاصوليا. لا لا صعب. عادينا عادي دي. اكتر حاجه ممكن تعصبني. انت ما جاوبتش عليها. انا ما جاوبتش عليها اصلا. بقول ان انا ممكن امسك التليفون وانت بتتكلم. ماشي. مين مثل الاعلى من اللعيبه في مصر هنا بره مصر؟ خلينا بره مصر. بره مصر في الكوره مش هتعرف. مش هتعرف. لا مش كروية قوي. مش كروية قوي هي. ما تكلمش في الكوره اصلا احنا. طب انا بحب ريال مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه. لو هفتح محل اكل هفتح محل اكل ايه؟ اكاوي بقى ومحاشي وحاجات كده. لحوم. ايوه ماشي تمام. لا تمام. مين اللي بيغلبني في البلاي ستيشن؟ ده في البلد بقى مش عندنا هنا مش في القاهره. حد بيلعب معايا في البلد في كفر الشيخ مين؟ بتغششها انت جامد اعتقد. مش عارف مين. دكتور سيد؟ لا لا ما اعتقد. ما اعرفش حد. انت ما بتعرفش بلاي ستيشن اصلا في البلد. اول حد بكلمه لما بكون مخنوق. اكيد انا يعني. هي او بصلي بالظبط. مش حاجه تانية. انا بخاف من حاجه ولا ما بخافش من حاجه؟ كابتن ما تغشش. هي الحمد لله ما تخافش. ان انت بس تفوت يعني انت مثلا الصلاه يعني اكتر حاجه تخافك ان انت ان يكون في مكان ووقت الصلاه يعني يدخل انت تكون مش مصليتش يعني. من حاجه الحمد لله. خلاص ماشي شكرا. ماشي خلاص يلا باي باي. باي, باي. الحمد لله عدت على خير. عدت على خير فما فيش مشكله النهارده. نورتني يا كابتن. انبسطت جدا بالحوار معاك ونورت طبعا شاشه قناه الاهلي. حاجه بقى تقولها في الاخر تحب تقول؟ طبعا انا بقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وطبعا انا مبسوط ان انا على قناه الاهلي. وطبعا بحب اشكر من خلالكم هنا وبقول للاهلي ابويا وامي واخواتي وزوجتي وكلهم يعني كل سنة وطيبين ورمضان كريم عليكم وإن شاء الله أشوفكم قريب ونفطر مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله كلنا. كل سنة وطيبين. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا مع كابتن إسلام محارب. بشكركم جدا وأشوفكم في حلقة